ربما تظن أن المطاعم الفاخرة والمكلفة ستكون مجرد سعيدة بحقيقة جني المال من كسلك في إعداد مائدة العشاء لهذه الليلة. للأسف تتبع بعضها عددا من الحيل الرخيصة للحصول على المزيد من أموالك، ففي المرة القادمة التي تخرج بها لتناول الطعام تأكد من معرفتك لطريقة حماية نفسك من المحتالين. لعل أهم شيء يجب أن تضعه في اعتبارك عند الذهاب للمطعم هو ضرورة مراعاتك لمقدار البقشيش الذي ستقدمه للنادل، فكما تعلم يضاف البقشيش إلى الحساب تلقائيا عند استخدام البطاقة الائتمانية من أجل راحتك، ولكن قد تكون هذه مجرد خدعة ولن تدري ما حل بك. هناك موظفون غير أمناء لا يجدون مشكلة في تغيير قيمة البقشيش المدونة في الإيصال إلى مبلغ آخر يعتبرونه ملائما أكثر. ربما لم تكن راضيا عن الخدمة أو ببساطة لست مستعدا لدفع ما يزيد عن 20% من قيمة الفاتورة، ولكن هذا النادل قد لا يكترث أبدا لكل هذا، لذا سيقوم الموظفون السيئون بخصم مبلغ أكبر مما هو محدد دون التفكير بالأمر. أعني أن هذا يشبه تغيير الدرجة من راسب إلى ناجح. حتما لم تفعل هذا من قبل، وبالطريقة ذاتها يمكن للنادل تغيير 3 إلى 8. المشكلة هي أنه من المحتمل ألا يتم كشفهم ما لم تكن يقظا بما يكفي، وذلك لأن فاتورة الطعام عادة ما يتم تحصيلها من حسابك على الفور، أما البقشيش فعادة يتأخر ظهوره في الحساب لبضعة ساعات أو حتى أيام. وإن لم يكن المبلغ كبيرا فلربما لن تلاحظ الفرق إلا إذا كنت تدقق في حسابك يوميا، لكن موظفي المطاعم الذين يتبعون هذا النوع من الاحتيال ليسوا بحاجة لإضافة مبلغ كبير، فإضافة مبلغ هنا وآخر هناك كفيلة بجعلهم يحصلون مبلغا لا بأس به في نهاية الشهر. إذا كنت تريد إنقاذ أموالك من المحتالين فمن الأفضل دوما الحصول على إثبات بينما يكون بوسعك القيام بذلك. قم بكتابة المبلغ الإجمالي ومبلغ البقشيش أو اطلب من النادل أن يمنحك نسخة من الإيصال والتقط بنفسك صورة للإيصال قبل مغادرتك، وبعد ذلك إن لاحظت أي شيء غريب في المبلغ المقتطع من حسابك يمكنك الاتصال بالمطعم وتوضيح الأمر لهم. يمكنك أيضا الاتصال بمصرفك وتجنب هذه المحادثة المزعجة أساسا، وسيتولى البنك المهمة. يبدو ملائما صحيح. وإن كنت تستخدم بطاقة الائتمان نظرا لاستخدامنا لها بكثرة في الآونة الأخيرة صحيح، فيجب أن تبقيها معك. أول قواعد السلامة والأمان هي عدم السماح بتاتا لأي أحد أن يأخذ منك بطاقتك، فإذا رفض النادل إحضار نقطة البيع لك وطلب منك أخذ البطاقة فمن الأفضل أن ترفض وتذهب معه إلى قسم التسجيل. فإن كان هذا النادل غير أمين فقد ينسخ معلوماتك عن البطاقة بما في ذلك رقم التحقق من البطاقة الموجود في الخلف، لتبدأ بعد فترة وجيزة بملاحظة بعض النفقات الغريبة تصدر من حسابك، لذا من الأفضل عدم المخاطرة بذلك. أعلم ما تفكر به، أنت تقول حسنا سأبدأ على الدوام بالدفع نقدا، هذه فكرة جيدة ولكنها لا تخلو من مخاطرها الخاصة. لنقل مثلا أنك تناولت طعاما بقيمة 70 دولار وتركت بقشيشا بقيمة 15 دولار، حينها سيكون المبلغ الإجمالي 85 دولارا، وأعطيت حينها النادل ورقة نقدية بقيمة 100 دولار وانتظرت باقي حسابك وانتظرت أكثر وأكثر. إذا غاب النادل فترة زمنية طويلة فيمكنك أن تفترض بأنه قد نسي الأمر وأخذ ما تبقى من الحساب. أتفهم انشغالهم، حينها من المجدي لحل المشكلة لفت انتباههم بتذكير مختصر ومؤدب أنك لازلت بانتظار ما تبقى من الحساب. ومع ذلك هناك بعض موظفي المطاعم يتعمدون فعل هذا. عادة لا يفترض النادل بأن المبلغ الإجمالي يشمل البقشيش، أما البعض فينسون إعادة المبلغ المتبقي آملين بأن تتجاهل الأمر، أما البعض فيحاولون خداعك بما تبقى من الحساب. لذا لتجنب التعرض لمواقف احتيال كهذه لا تتردد في تذكير النادل بطلب ما تبقى من حسابك، وقم دوما بعد النقود قبل مغادرتك. الطريقة الأخرى التي تتبعها المطاعم لتزداد ثراء على حسابك الخاص هي قائمة الطعام الوهمية. تتم عملية الاحتيال بالطريقة هذه،
تقدم إليك قائمة الطعام وتسر من الأسعار، لذا تطلب متحمسا ودون تفكير، وجبة شهية ورخيصة، بالإضافة إلى الكثير من الأشياء. وعند قدوم الفاتورة لا تصدق عيناك ما تراه، المبلغ المطلوب منك مقابل كل عنصر يفوق بكثير ما كان مدونا في السابق. بلا شك عليك في هذه الحالة التوجه للمدير في الحال وطلب توضيح منه للموقف. المشكلة الرئيسية هي أن المدير ذاته قد يكون مشتركا في عملية الاحتيال هذه، وقد يقدمون لك قائمة أخرى مماثلة للتي قدمت لك في البداية، ولكن بأسعار مختلفة تتوافق مع الأسعار الموجودة في الإيصال. حسنا، ما الذي بوسعك فعله أيضا؟ يمكنك أن تطلب رؤية جميع القوائم الموجودة في المطعم، ولكنهم لن يعطوك المزيفة، ربما تكون مخفية في مكان ما ولن تتمكن من الوصول إليها. لا تقلق، فالوضع ليس ميؤوسا منه تماما، ويمكنك القيام بشيء واحد، وهو ببساطة أن تطلب من النادي لترك القائمة لك في حال كنت ترغب بطلب شيء آخر. فإذا أصر على أخذها لسبب ما، فيجب أن يكون هذا بمثابة تحذير لوجود مشكلة ما. يجب أن يحتوي المطعم على قوائم كافية لتغطية جميع الطاولات بقائمة واحدة لكل طاولة على الأقل، ولكن إن أصروا على أخذها فتأكد أولا من التقاط صورة لكل طبق طلبته مع ظهور السعر في الصورة، وهكذا سيكون لديك دليل موثق على ما رأيته وما يجب عليك دفعه. ولكن قد يبرر موظفو المطعم عملية الاحتيال هذه بأنهم أخطأوا بتقديمهم لك قائمة قديمة، لذا لن تكون الأسعار صحيحة. إذا كان هذا ما حدث فلديك كل الحق بدفع ثمن وجبتك وفقا للقائمة القديمة. لقد تم تضليلك بشكل متعمد فيما يخص الأسعار، وهذا في الحقيقة كاف لاتخاذ إجراءات قانونية. يمكنك أن تتوجه إلى المدير وسيكون هذا كاف لحل المشكلة على الفور. وهناك أيضا عملية احتيال تبدو في ظاهرها بريئة تتبعها بعض المطاعم، ولكنها لا تقل سوءا عن مثيلاتها. تستخدم قسائم الشراء والنشرات في أماكن كثيرة لإغواء الزبائن ولتعرفهم ببعض العروض الرائعة المقدمة لديهم. إذا تعرضت لموقف كهذا فاحرص على التحقق جيدا من الأوراق التي بحوزتك، فقد تكون بعض القسائم منتهية الصلاحية بالفعل. إن لم تكن متيقظا لتفاصيلك هذه فقد تجد نفسك مرغما على دفع ثمن الوجبة كاملا بدلا من الحصول عليها بسعر منخفض كما كنت تظن. عادة ما تكون النشرات التي توزع في الشوارع وهمية لإغرائك، لذا لا تشغل نفسك بها. أما إن حصلت على قسيمة خصم من أحد المطاعم فاسأل الموظفين عنها قبل طلب الطعام وليس بعده، وهكذا ستتأكد من صلاحية القسيمة ومن قدرتك على استخدامها لدفع مبلغ أقل. أما الأفضل فهو التحقق مسبقا من أي شروط مخفية من خلال التحقق من الموقع الإلكتروني للمطعم. فجميع المطاعم الموثوقة تملك مواقع إلكترونية تعرض من خلالها جميع المعلومات الخاصة بالعروض بما في ذلك القسائم. ولكن إن لم تجد شيئا على شبكة الإنترنت أو لم تحتوي القسيمة على تاريخ انتهاء محدد فليس بوسعك سوى سؤال الموظفين مباشرة. افعل ما يناسبك. هل تعلم أي عمليات احتيال أخرى يقوم بها موظفو المطاعم لجذب الزبائن؟ شاركنا بها من فضلك في التعليقات أدناه، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، بالإضافة إلى النقر على زر الاشتراك للبقاء في الجانب المشرق للحياة.